في تفاصيل كتير بتحصل في سبونج بوب خفيه ومحدش بياخد باله منها واخطاء غريبه. والنهارده بقدم لكم خمس اخطاء هنشوفهم النهارده مع بعضينا، مش كتير اللي خد باله منهم. وخلينا نبدا ونشوف اول خطا فيهم. في حلقه من الحلقات كان سبونج بوب بيعمل كصحفي، انا مش عارف ايه دخله بالصحافه، هو مش كان طباخ برضه ولا ايه الدنيا، مش فاهم. هنا انتوا شايفين الكائن ده على دراعه وشم، الرسمة المرسومة غير الرسمة اللي ظهرت في المشهد التاني غيره اول ظهور للكائن ده. الخطأ التاني اللي كتير ما هتهمش بيه، محدش خد باله منه او بيطنشوه عادي، منزل سبونج بوب بيتحرك من مكانه، وهو مثلا تلاقيه جنب بيت شفيه فجأة تلاقيه اختفى، مرة تلاقيه ان هو اظهر من البيوت او كد البيوت، يعني هو مرة يبقى اظهر من البيوت وفي مرة يبقى اكبر من البيوت. وهنشوف مع المشهد هنا مثلا لما شفيق طلع من البيت عشان يسرق صندوق اللي كان جاي لسبونج بوب عند بيته، خده وهرب بيه. وهو بيهرب لاحظنا هنا ان العربيه ان البيت بتاعه اختفى، وفجاه لما سبونج بوب خد بالونه وطار بيها البيوت من تحت كانت باينه ان هي كد بيت سبونج بوب، مع ان بيت سبونج بوب اصغر بيت. وكمان بنلاحظ ان اختفاء بيت شفيق وبسيط، راحوا فين الله اعلم. خلينا نخش على الخطا الثالث. هو يبان ان هو تافه بس ظهرت في حلقه من الحلقات ان في مطعم شفيق او الكافيه بتاع شفيق ايا كان اسمه، المهم كان في زبون ماسك شليمو او الشفاطه بيشرب بيها، والشفاطه ما كانش في بقه وبيشرب ازاي مش كده. ف ايه المشهد ده مش عارفين، هي غلطه من الشغل وكده، بس ناس بتعلق على حاجات زي كده مش عارف. خلينا نشوف الخطا الرابع، يلا بينا. يا رب يكون الفوكس مظبوط عشان بشوفه. كانوا عاملين الحلقه اللي ساندي مخصصه ليها، وكانوا عايزين نعمل حلقه وخلاص مستعجلين مش لاقيين حلقات، فعم اقول لك نعمل الحلقه دي ويلا املاها كلها غلطات. المهم الحلقه دي حصل فيها ان المعلم شمشون شاف ساندي راح تدخل الحمام، راح خد الفرو بتاعها والسحب وطار بيه، وهي طارت وراه. وهي بتجري وراه احنا بنلاحظ ان البادي بتاعها في الفرو وفي جسمها، فهي لابسه البوديين مش فاهم. هو اصلا هي ما كانتش بتطلع اصلا بالفرو ده، بتطلع بره، كان معاها بدله فضاء كان المفروض كانت تلبسها وما تتعرضش للاحراق ده كله. فهم بيملوا الحلقات غلطات. وبيكمل برضو كده مشهد حصل، ساندي اتحولت لسنجاب، لما اتحولت لسنجاب البدله كان لسه بدو فيها الفرو بتاع الديل بتاعها، فكده ليها فروين ديل. فخش على الخطا رقم 5. وفي حلقه النوم اللي دخل فيها سبونج بوب احلام كل الشخصيات، الشخصيات كلها اتجمعت عنده في البيت. لما ازعجهم في الاحلام راحوا البيت وصحوه من النوم علشان يطلع من احلامهم. بنلاحظ ان لؤلؤه بنت صلحاء او انها لابسه باروكه. وبكده نكون خلصنا الخمس اخطاء والتفاصيل الغريبه اللي شفناها مع بعضينا. هي مش غريبه قوي يعني، بس يلا ماشي ماشي، سلكونا يا جماعه ماشي عشان عايزين نكبر القناه، وده تاني محتوى اقدمه على اليوتيوب بعد ما خدت درع ال 100,000. فبليز خلينا ناخد ال 100,000 في القناه دي علشان نستمر. اديكم بونص واحد تاني زياده، سبونج بوب برضو بيخرج عن شغله وبيشتغل ضابط، هو واقف في المرور وقبض على مجرم، والمجرم اللي قبض عليه ده ما يعرفش ان هو مسجل خطر. شفيق بيوريله الورقه بيقول له انت قبضت على مجرم مسجل خطر برافو، فبيديله ورقه وبيشوف كده. الغلط بقى ظهر بعديها لما سبونج بوب خد الورقه دي وراح بيها لسلطع برجر، بيوري الورقه لسلطع برجر والورقه ظهر فيها الرقم غير الرقم اللي ظهر في الاول. هل مثلا هم بيروجوا مثلا ان في مجرم مسجل خطر بالرقم ده؟ هل الرقمين دول وراهم سر لمجرمين مسجلين خطر بالفعل في الواقع؟ ما نعرفش. فهو الخطا ده اللي ظهر، ف دي بونص. فشكرا على المشاهده، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب و سي يو، سلام.